بتاع الاكسلريشن. معادلة الاكسلريشن بتقول لك ايه بقى في الريلاتيف موشن؟ بتقول لك acceleration acceleration A بتساوي acceleration B plus alpha A B cross R A with respect to B minus omega square for RA with respect to B. الاكسبريشن ده مهم جدا. اخد بالي ان acceleration A بتساوي acceleration B وفي النص هنا عندي ايه كمان؟ كروس. بعدين في minus. هنعرف الماينس دي جت منين؟ اوميجا سكوير ده هنا مفيش كروس، هنا في ايه؟ مالتيبليكيشن. اخد بالي كويس قوي ان ده ايه؟ مالتيبليكيشن في ار اي ويز ريسبكت تو بي. طيب النيجاتيف دي جت منين والمالتيبليكيشن ده جه ليه؟ حد عارف؟ المعادلة الحقيقية للكلام ده هي ايه بقى؟ هي acceleration A بتساوي acceleration B plus alpha AB cross RA with respect to B plus omega cross omega cross R A with respect to B. ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ هي في حقيقة في الحقيقة هي تريبل كروس برودكت، أوميجا كروس أوميجا R A with respect to B. طيب احنا عارفين ان دايما الأوميجا في اتجاه مين؟ الكي، ودي أوميجا دي برضو في اتجاه الكي. لو افترضنا ان ال R A with respect to B كان كله في مركبة الاي، يبقى من الطريقة بتاعتنا اي جي كي يبقى انا عندي كده ايه؟ كي كروس اي يديك ايه؟ جي. كي كروس جي يديك ايه؟ نيجاتيف اي. يبقى من هنا جه الاكسبريشن بتاع النيجاتيف، ان احنا نحط اشاره نيجاتيف، وان انت تضرب الاوميجا في الاوميجا كماجنتيود مالتبلايد باي ايه؟ الكومبوننت بتاعت الار اللي هي اصلا كانت فين؟ كانت في اتجاه الاي، بس هي رجعت في الاخر ايه؟ نيجاتيف اي. فروحنا مزودين النيجاتيف واخدنا الكومبوننت بتاعت الار خلناها زي ما هي وضربنا في الماجنتيود بتاع الاوميجا في الايه؟ في الار. يبقى احنا عرفنا جت منين نيجاتيف اوميجا سكوير في ار اي ويز ريسبكت تو بي. فهمنا يا باشمهندسين جت منين؟ تمام. اول مساله الجيفنز قصادك اهي، عايزين بقى ايه؟ نفكر فيها. يلا يا باشمهندسين نحلها ونفكر فيها في خطواتها كلها.
هو الجسم بيتزحلق يا باشمهندس صح؟ الجسم بيتزحلق ومديك السرعات. تمام. مش تقصد نحلها في الكشكول عندنا ولا حد يتكلم هنا؟ لا حلها وقول لي كده الارقام معاك كام. باشمهندسين بنأكد على موضوع الكويز ان شاء الله. الكويز بتاعنا يوم الجمعة الساعة 9 على ال ام اس. تمام كده؟ طبعا احنا في الجزء بتاع الفلوستيز هنستخدم جزء بتاع ايه الاي سي، مش هنحلها اناليتيكال لان ده اسهل واسرع. طيب هو هنا عمل ايه؟ قال ان السرعة والعجلة بتاعة الجسم ايه الاتنين في اتجاه الليفت، يبقى كده ده الدايركشن بتاع في اي والاكسلريشن بتاعت ايه، واداني كمان الماجنتيودز بتاعته. طبعا طلب مني بعد كده ان انا اجيب الاكسلريشن بتاع نقطه بي والسرعه كمان بتاعت بي، ما طلبش السرعه. بس انا عشان اعرف احل المساله دي هجيب الداتا كلها. طيب لو انا عايز اجيب في بي اعمل ايه؟ هنستخدم طريقة الاي سي، يبقى عمودي من على الاي وعمودي على خط عمل الفي بي، يبقى النقطة دي نقطة ايه الاي سي. طيب
اوميجا اي بي بتساوي ايه بقى؟ مش مهندس الالفا في الاخر هتطلع 1.48، هتطلع 1.48 ثانية واحدة. الالفا بتاعت مين؟ بتاعت بي، هو كده كده الالفا ثابتة في الجسم. 1.48، برافو عليك صح. والاي بي ب 15.9، والاي بي الاكسلريشن بتاع بي 15.9 ولا 24.9؟ 24 طرحت صح. 24.9 تمام، برافو عليك. تمام برافو عليك. نكمل حل. فتبقى الاوميجا اي بي اللي انا هستخدمها في معادله الاكسلريشن هتساوي ايه بقى؟ الفي اي على الار اي من ناحيه الاي سي. طيب الار اي بتاعه الاي سي دي بتساوي ايه؟ الـ RA من ناحية الـ IC بتساوي إيه؟ هتساوي 6 على RA من ناحية الـ IC هتساوي كام بقى؟ 16 ساين 30، يعني تطلع كام؟ ساين 30 بكام؟ بهاف، يبقى 16 على 8 6 على 8. طيب 6 على 8 يبقى انا كده جبت مين؟ الاوميجا بتاعت الاي بي اللي هي كام؟ 0.75. كلنا طلعناها كده تمام. كده تمام. طيب لو انا عايز اكمل واجيب الفي بي، هي مش مطلوبه بس نحسبها بالمره، الفي بي هتساوي ايه؟ اوميجا اي بي في ايه بقى؟ في الار بي بتاعت الاي سي. طب الار بي اللي هي كام؟ 16 كوزاين 30 في الأوميجا اللي هي كام؟ 0.75، وتحسب الفي بي. طيب المعادلة بتاعت الأكسلريشن عشان أحسب الأكسلريشن بتاعت بي هقول إيه؟ أكسلريشن بي بتساوي أكسلريشن زائد ألفا أي بي كروس آر بي with respect to A minus omega AB squared multiplied by RB with respect to A. جميل جدا. اخد بالي ان المعادلة دي بتاعت الاكسلريشن او المعادلة بتاعت الفلوستي اقصى عدد للمجاهيل مسموح به هو كم انون يا باشمهندسين؟ بالظبط، عشان انا عندي اي وجي شغال في ال2 دي، لو المجاهيل زادت عن كده انا مش هعرف اطلع الانونز دي. طيب اكسلريشن بي هل هو معروف ولا مش معروف اتجاهه؟ نيجاتيف الجي. في اتجاه الجي، بلاش نقول ايه نيجاتيف ولا بوزيتيف، انا مش عارف يا باشمهندس. عايز تخمن؟ التخمين هو نيجاتيف الجي، ده كلام يحترم جدا، ده جيسنج. يبقى اكسلريشن بي في اتجاه الجي كفيكتور. طيب اكسلريشن ايه؟ قلنا ان هو في اتجاه مين؟ النيجاتيف اي. وبكام؟
ناقص 4 في اتجاه الاي. طيب الفا اي بي مجهولة بس هي في اتجاه مين؟ الكي. كروس ار بي with respect to A. بي with respect to A. يبقى ايه هي الاورجن؟ همشي قد ايه في الاكس وقد ايه في الواي؟ همشي في الاكس 16 كوزين 30 اللي هي كام؟ يلا معايا 13.9 8 جذر 3 13.9 في اتجاه الاي زائد 8 في اتجاه الجي ناقص. وطبعا احنا خلاص عرفنا الناقص دي جت منين. اوميجا سكوير بتاعه الاي بي اللي هي كام؟ 3 على 4 الكل سكوير ملتبلاي باي مين بقى؟ نفس الار بي ويز ريسبكت تو اي 13.9 اي زائد 8 جي. هلاقي ان انا عندي كده كام انون؟ ادي واحد وادي التاني. طيب ابتدي افك الكروس برودكت واطلع الاي كومبوننت لوحدها والجي كومبوننت لوحدها. اكسلريشن بي دي مش في اتجاه الاي سوري. يبقى الاي كومبوننت الليفت هاند سايد بتاعها هيبقى بايه؟ بزيرو. بيساوي نيجاتيف 4 اي. طيب الفا كي جي ثلاثة بوستر كي كروس جي يديك ايه؟ نيجاتيف اي. يبقى نيجاتيف 8 الفا اي بي في اتجاه الاي من غير لما نقول اي بقى. بعدين نيجاتيف كمان 3 على 4 الكل سكوير ب 13.9. الانون الوحيد هنا في المعادله دي مين؟ الف. يبقى 0.75 سكوير ملتبلاي باي 13.9 زائد الاربعة على الثمانية يدي لك ان الالفا طلعتها بكام يا باشمهندس؟ الالفا 1.47 تطلع الالفا على طول 1.47. جميل. المعادلة اللي بعديها هي معادلة الجي اللي هو الليفت هاند سايد اي بي بيساوي ايه بقى الاي بي ده بقى؟ عايزين نعرف كي كروس اي جي يبقى الفا في 13.9 واشارتها بوزيتيف ناقص 3 على 4 كل سكوير في 8. الالفا دي انا خلاص ايه حسبتها اعوض بيها واطلع ايه؟ واطلع الاكسلريشن بتاعه البي
دي تلعب بكام يا باشمهندس؟ تقريبا 25. تقريبا 25. فتطلع ان الاكسلريشن بتاعت البي 24.9 اللي هي زي ما قال الباشمهندس 25. خطوات الحل بتاعت الاكسلريشن فيها اي فرق عن خطوات الحل بتاعت الفيلوسيتي؟ ابدا. كل اللي حصل ان المعادله كبرت شويه، المعادله بتاعتنا كبرت شويه ليس الا. علي صوتك يا باشمهندس. ده انا مش سامعك على فكره، صوتك مش واضح، ممكن تقرب صوتك من المايك؟ سالب 4 حطينا سالب. ليه حطينا سالب؟ يعني ولا عشان الاكسلريشن بتاعت الايه باتجاه النيجاتيف. هو قال يعني هو قال فوق ولا ايه؟ مش هو قال فوق اهو، اللي هي ناحيه شمال ليفت اهي. كاتب ان الاكسلريشن والفيلوسيتي بتاعت نقطه ايه بوز اكتنج ليفت. تمام، شكرا يا باشمهندس. تمام، في حد عنده سؤال تاني؟ المساله اللي بعديها يلا يا باشمهندسين نفكر
ماشي يا باشمهندس. الألفا بي سي طبعا يا باشمهندس معاك معاك يا باشمهندس. الألفا ب 5.4، الألفا بي سي 5.4. لا للأسف لا، في غلطة أكيد بسيطة عنه. تعال بقى نحلها. بصوا يا باشمهندسين، قبل ما نبتدي نحل بس المساله، انا شيرت لكم فيديوهين ملخص اللي احنا اخدناه من اول الريجيد بودي. اللي شارح الفيديوهين دول المهندس علي شهاب، تمام؟ حل المسائل، هتلاقي حل نفس المسائل اللي انا حللها، بس برضو لو انت عايز تستزيد او تسمع شرح مختلف، يبقى انت كده بقى معاك تو سورسز. اوكي، عندي في المساله هنا بقى
قال ايه؟ قال لي ان الاوميجا اي بي بخمسة ريت بير سكند. طيب جميل، وكمان الالفا اي بي بستة راديان بير سكند، بس ما قالش كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز، بس واضح من الرسمه ان هما بيلفوا ايه، من السهم اللي على الرسمه ان هما بيلفوا ايه كلوك وايز. عايزني احسب الانجولار اكسلريشن بتاعه البي سي والاكسلريشن بتاع بلوك سي. جميل قوي. اول حاجه هنحسبها هي مين؟ اوميجا بي سي. طيب اوميجا بي سي هنحسبها ازاي؟ من الاي سي زي ما اتفقنا. طب الدايركشن بتاع سرعه نقطه بي عامل ازاي؟ في الاتجاه ده. طيب والدايركشن بتاع سرعه سي في اي اتجاه؟ نعم انت بتقول ان دايركشن بي في عكس الاتجاه، صح صح تمام. باشمهندس دايركشن بتاع نعم انا جبت الالفا، جبت الالفا 2.4. الفا 2.4 لا برضو الالفا ب 9.6 تمام. فده كده اتجاه السرعات في بي وفي سي، بغض النظر مين بوزيتيف ومين نيجاتيف، احنا المهم عندنا نطلع نقطه الاي سي. هناخد عمودي كده اهو وعمودي كده اهو، فتبقى دي نقطه ايه الاي سي بتاعتي. جميل. طيب من الجيومتري بتاع الشكل الزاويه دي كام؟ خمسة واربعين. برافو. 45 يبقى الارتفاع ده كام على طول؟ 0.5 تمام. فتبقى الاوميجا بي سي بتساوي ايه بقى؟ الفي بي على البوينت 5 اللي هي الار بي. طب الفي بي بتساوي ايه؟ اوميجا كروس ار، يعني 5 في بوينت 3 على بوينت 5 اللي يطلع كام؟ 5 في بوينت 3 على بوينت 5 يطلع بكام الاوميجا بتاعتنا؟ تطلع ان الاوميجا بي سي بكام؟ حد حسبها؟ ب 3. برافو. اوميجا بي سي تطلع بتلاتة. طيب تلاتة بقى كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ هتفرق معانا في حاجة؟ المعادلة بتاعت الاكسلريشن بتفرق فيها الإشارة؟ ما باخدهاش كده كده كفيكتور، يعني باخدها كماجنتيود. بالظبط كده، وكمان بربعها. هتفرق طبعا في ايه؟ في حالة الفيلوستي. طب لو احنا عايزين نعرف ان الأوميجا بي سي كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز، حد يقدر يقول لي؟ هتبقى كلوك وايز. هتبقى كلوك وايز. ليه؟ لا هتبقى انتي كلوك وايز. انتي كلوك وايز. عشان الاي سي فوق والفي تحت. لما نيجي نعمل باللوجيك كده هتطلع انتي كلوك وايز. تمام. بص يا باشمهندسين. انا دلوقتي سرعة نقطة بي في أي اتجاه؟ الاتجاه يمين تمام؟ فأنا لما أجي ألف حوالين نقطة الأي سي دي هلف إزاي؟ أنتي كلوك وايز تمام؟ بتبقى الأوميجا بي سي أنتي كلوك وايز. طب الالفا في الاخر 9.6. طيب انا قلت 9.6 صح.
برافو. تعال بقى نكتب المعادله بتاعتنا. يبقى السي فوق يا باشمهندس مظبوط؟ نعم. يبقى السي فوق مش لتحت. سرعه السي يعني مزبوط. اه لفوق لفوق. ايوه صح، فرضيتي مش صحيحه. برافو عليك صح، عشان ما ينفعش الرد يبقى ليه 2 اوميجا، واحده كلوك وايز واحده انتي كلوك وايز في نفس الوقت. طيب دلوقتي بقى نكتب المعادله بتاعتنا. هنكتب بقى اكسلريشن سي الاول ولا اكسلريشن بي؟ سي بقى بالظبط. مش هتفرق على فكره، هي مش هتفرق، بس يفضل انك تخلي القانون بره، يعني هي دي كده جرى العرف. يعني اكسلريشن سي بتساوي اكسلريشن بي زائد الفا بي سي كروس ار سي وذ ريسبكت تو بي ناقص اوميجا بي سي ملتبلايد باي ار سي وذ ريسبكت تو بي. جميل قوي. احلى حاجه بقى في المساله دي الار سي وذ ريسبكت تو بي، ان هو في اتجاه واحد. طيب اكسلريشن بي بقى، اكسلريشن بي ليها تو كومبوننتس، واحده تانجنشال ونجيبها بقانون تانجنشال في اتجاه الاي، واحده نورمال ونجيبها بقانون نورمال في اتجاه الجي اللي تحت. برافو عليك، برافو عليك. اكسلريشن سي كفيكتور، هناخد بقى ايه واحده واحده. اكسلريشن سي كفيكتور هعتبرها في الاتجاه اللي انا ايه رسمه على الرسمه ده، فيبقى ايه اي سي كوزاين 45 في اتجاه النيجاتيف اي، وبعدين ناقص اي سي ساين 45 في اتجاه الجي. تمام كده، النون وحيد. اكسلريشن بي زي ما قال الباشمهندس هيبقى ليها تو كومبوننتس، تانجنشال ونورمال. المركبه التانجنشال هتبقى ايه؟ الفا اي بي ملتبلاي باي بوينت 3 اللي هي 6 في بوينت 3 اللي هي تطلع كام؟ 1.8 في اتجاه الاي. طيب والمركبة النورمال هتبقى ايه؟ اوميجا سكوير في بوينت 3 اللي هي 25 في بوينت 3 تطلع بكام؟ نيجاتيف 7.5 في اتجاه جي. طب يا باشمهندس انت كده يعني ايه بتقول لنا الارقام والاشارات انت بتحطها من دماغك؟ لا، هو ده بيلف ازاي كده اهو، مين بيلف كده بقى؟ الاوميجا بس؟ لا، الاوميجا والالفا، فتبقى الاي تي التانجنت هتبقى الايه تو رايت ولا تو ليفت؟ تو رايت، اللي هو اتجاه البوزيتيف مين اي. طيب الماجنيتيود بتاعها بقى الفا في ار على طول من غير لما تفكر. طيب اوميجا سكوير في ار دايما في اتجاه المركز، في اتجاه النيجاتيف جي ولا البوزيتيف جي؟ لا، اتجاه النيجاتيف جي. طيب بتساوي ايه؟ اوميجا سكوير في ار 5 تربيع في بوينت 3 واشارتها ايه؟ نيجاتيف في اتجاه الجي. طيب الفا كروس ار الفا بي سي في اتجاه مين؟ الكي. طيب ار سي وذ ريسبكت تو بي في اتجاه مين؟ الاي. نرسم الرسمه بتاعتنا، يبقى K كروس I يديك مين؟ بوزيتيف J، يبقى 0.5 ألفا في اتجاه J ناقص أوميجا سكوير اللي هي بكام؟ 25
في الار سي with respect to بي، يبقى الاوميجا سكوير في الار هتساوي 25 في الار سي with respect to بي ليها كام؟ في حاجه غلط انا عملتها، مصحصحين معايا ولا لا؟ مش بالخمسه. نعم مش خمسه، مال كام اللي احنا حسبناها تقريبا اللي هي اوميجا بي سي كانت بتلاتة تقريبا، اللي هي تلاتة، يبقى تسعة في نص يطلع كام؟ اربعة ونص في الار سي وذ ريسبكت تو بي في اتجاه مين؟ الاي. ناخد بقى كل كومبوننت على حدة، انت معاك اهو ادي الاي سي وادي الاي بي وادي الالفا كروس ار وادي الاوميجا سكوير في ار. الاي لوحدها، الاي الليفت هاند سايد في مين؟ في نيجاتيف اي سي على جذر 2 بيساوي 1.8. ادي الاي، هنا في اي؟ لا، هنا في زائد 4.5. جميل جدا. في غلطه هنا، ايه الغلطه يا باشمهندسين؟ هي المفروض ناقص. برافو، انا هنا كاتب الماجنيتيود بتاع الاوميجا سكوير في ار، ما حطيتش الاشاره دي، فيبقى ايه دي بكام؟ ناقص. هطلع من هنا على طول الاي سي بتاعتي، هتلاقي ان الاي سي هتطلع باشاره موجبه وتطلع القيمه بتاعتها. طب بنفس الطريقه هنطلع بقى ايه معنى كده اللي هي ديسيليريشن، صح؟ معنى كده ان هي ديسيليريشن. ليه؟ ليه قلت ديسيليريشن يا باشمهندس؟ حضرتك كنت فارضها لتحت. عشان ايه؟ حضرتك كنت فارضها لتحت. طيب فارضها لتحت ايه المشكله يعني؟ ما هو الاوميجا المفروض بتمشي مع اتجاه السرعه، الاكسلريشن بتمشي مع السرعه، ولا انت قصدك الاوميجا؟ السرعه بتمشي مع اتجاه الاوميجا، فحضرتك لما فرضت الاكسلريشن عكس اتجاه السرعه. بالظبط كده، فعشان كده هو ديسيليريت. بالظبط، يعني عشان الاي سي كده ده الاتجاه الصحيح للاي سي، لان هو هيطلع باشاره موجبه هنا، واحنا قلنا ان الفي سي فين؟ فوق، لفوق. فتبقى الفي سي عكس الاي سي يبقى فعلا ديسيليريت. يبقى انت بتحكم على ان الجسم بيأكسلريت او بيديسيليريت باتجاه السرعه مع العجله. لو هما مع بعض سواء في الاتجاه الموجب او الاتجاه السالب، بس الاثنين مع بعض في نفس الاتجاه يبقى كده اكسلريشن. عكس بعض ايا كان مين فيهم موجب او سالب يبقى كده دي ايه؟ ديسيليريت. الجي كومبوننت هيبقى برضو ايه؟ الليفت هاند سايد نيجاتيف AC على روت 2 بيساوي ايه اللي عندي بقى في اتجاه الجي؟ نيجاتيف 7.5 بلس 0.5 الفا. طبعا انا هكون حسبت الAC من فوق اعوض بيها واطلع الالفا بتاعتي. يا بقى باشمهندس لو طلعت لي مثلا الاي سي بالسالب باخدها بالشريطه، صح؟ الاي سي بالسالب ده معناه ان اتجاهها عكس الاتجاه المفروض ان انت تحت. سيبها زي ما هي سالب كده اهو، ولما تيجي تعوض بيها تاني تحت هتعوض باشارتها السالب زي ما انت قلت، صح؟ وين.
في حد عنده سؤال؟ طيب انا هديكم مسألة تفكروا فيها وانا هقوم اصلي بس المغرب، واللي عايز يقوم يصلي يقوم يصلي. اوكي بس انا معاك اهو هصلي واجيلكم.
يا باشمهندسين حد حلها؟ كونسين حد حلها ولا شغالين لسه؟ بحلها مش مصر. طيب مش الألفا ب 87.92 87.92 لا دي كبيرة أوي حلو. بصوا المسائل دي سهلة بس مشكلتها غلطة بسيطة تخلي الإجابة كلها إيه غلط. طب الأوميجا إي بي طيب بأربعة بوينت تمانية بس أوميجا إي بي 4.157 مش مهندس انت قلت الاوميجا بتاعت الاي بي بكام؟ 4.157 تمام.
بس مهندس الألفا باتنين اتنين بوينت تلاتة واحد ستة. الألفا الألفا بتاعت الرد؟ اي بي. لا للأسف. ايه؟ للأسف لا. يعني الأوميجا بتاعت اي بي. انا عايزكم بس تركزوا في يعني في المسألة عشان تعرف انت بتغلط في ايه. خد بالكم كل واحد فيكم هيبقى ليه غلطة مختلفة عن زميله، بس اهم حاجة ان انتوا تكونوا دلوقتي كلكم بتحلوا وتقولوا لي ارقام غلط، انا مش زعلان. يا بالعكس انت مفروض تنبسط. طلع ارقام غلط دلوقتي هتعرف انت بتغلط في ايه او ايه الحاجة اللي انت ما بتاخدش بالك منها. ما غلطت في الساين 30 والكوزين 30. نبتدي نحلها. طيب نبتدي نحلها. هو هنا في المسألة هتلاقي ان معظم الجيفنز ايه جابها على الرسمة. طيب هنا انا عندي الرد اللي بيعمل جنرال بلين موشن هو مين؟ الرد اي بي. طيب الاوميجا بتاعه الويل مدهاني 8 وبتلف ايه مع قارب الساعه، والالفا 16 وبتلف برضو مع قارب الساعه. المطلوب ان انا احسب الاكسلريشن بتاعه ايه. طيب هجيب الاوميجا اي بي ازاي؟ عن طريق الاي سي، يعني سرعه ايه اهي ده خط عملها عمودي عليه، سرعه بي اهي تانجنت للمسار عمودي عليه، يبقى هي دي نقطه ايه الاي سي بتاعتي. طيب اوميجا اي بي بتساوي ايه؟ في بي على ار بي بتاعت الاي سي. طيب الفي بي اللي هي بكام؟ اوميجا ار اللي هي كام بقى؟ 8 في 150 تطلع كام في بي؟ ب 1200. طيب ار بي بتاعت الاي سي بقى بكام يا باشمهندسين؟ تعال نبص. الاي بي طوله 500 حلو، والزاويه الصغيره دي كام؟ ثلاثين. جميل 30. والزاوية دي كام؟ ستين. دي 60. يعني انا مش شايف السكرين متأخر اللي انا عمال اهتش عليها دي. 90. جميل دي 30 ومعايا ان التحت ده ب500 ومعايا الزاوية 30 تبقى دي 60. خلاص يبقى انا اقدر احسب ايه طول المين الار بي بتاع الاي سي. طلع معانا بكام؟ 288. طلع بكام معلش؟ 288 وكسور. 288 وكسور. تمام. اللي هو هيساوي في الاخر 0.5 10 30. تطلع معانا الاوميجا اي بي اللي احنا كلنا حسبناها ب 4.1. لغايه هنا الموضوع ايه ما فيهوش مشكله.
تعال بقى نكتب المعادله بتاعتنا. acceleration a بتساوي acceleration b plus alpha ab cross r a with respect to b minus omega ab square r a with respect to b. تعال بقى ناخد كل واحدة على حدة. acceleration a كفيكتور، كل دي فيكتورز طبعا. acceleration a كفيكتور هتساوي acceleration a كماجنتيود في اتجاه مين؟ الاي. acceleration b هتلاقي بقى ان acceleration b دي مقسومة لكام جزء. acceleration b tangent فيكتور واكسلريشن بي نورمال فيكتور، وكل واحده فيهم ليها اي وليها جي. تمام. طيب الاكسلريشن بتاعت بي التانجنت تبقى بتساوي ايه بقى؟ هتساوي الفا ار. الفا اللي هي بكام؟ 16 راديان في ار اللي هي كام؟ 150، يطلع ب 2400. يبقى اكسلريشن بي التانجنت 2400 ده الماجنتيود، وعامل زاوية كام بقى؟ مع الهوريزونتال الزاوية دي كام؟ مع الهوريزونتال 60. برافو. طيب والنورمال هتبقى أوميجا سكوير في آر، يبقى 64 في 150 يطلع 9600، وعامل ازاي كده اهو رايح للمركز، وعامل زاويه مع الهوريزونتال كام؟ 30. هتلاقي نفسك ان انت عشان تحسب الاكسلريشن بي في صوره فيكتور فورم هتبقى مطالب انك تعمل 4 ريزوليوشن، 2 للاي تي و2 للاي ان، وتجمعهم على بعض في الاخر. في حد عمل كده؟ انا خدتها متجهات على طول. عملت كده. عملت كده. طيب على فكره رخمت المساله دي بان الاكسلريشن بتاعت البي النورمال والتانجنت مايلين، فيبقى انا عندي اكسلريشن بي تاني هتساوي بقى ايه؟ تعال 2400 كوزاين، بس انتوا اللي هتحسبوا وتقولوا الرقم طلع بكام. كوزاين 60 في اتجاه الاي زائد 2400 ساين 60 في اتجاه الجي، وبعدين 9600 كوزاين 30 في اتجاه الاي ناقص 9600 ساين 30 في اتجاه الجي. في الاخر يطلع بقى ان اكسلريشن بي التوتال بكام؟ لما انا جبتها يا باشمهندس 9.5 في الاي. 9.5 في الاي وسالب 2.72 في الجي.
طبعا كل ده مضروب في 1000 ولا ايه؟ بعد ما عمل. طيب في حد يأكد على إجابة زميلكو ده؟ تمام فانس، نفس الإجابة. أنا جبت أصلا الألفا في الآخر بـ 40.8 بعد ما عدلت الغلط. جبت ألفا؟ طب خلاص. طب أنت ما قلتش ليه الإجابة دي؟ ولا أنت قلت لي وأنا قلت لك؟ لسه جايبها دلوقتي. طيب خلاص، يبقى أنت ماشي صح، إجابة صحيحة. نقول لي بقى الأكسلريشن بتاع البيتا بكام معلش؟ 9.5 في الأي. يبقى 9500 في الأي، ها؟ و 2.72 في الدي. برضه بوزيتيف؟ بس لا نيجاتيف. يبقى دي كده الاكسلريشن بتاعت البي. يبقى احنا كده فهمنا الاكسلريشن بتاعت البي اتحسبت ازاي. جميل، دي اصعب حاجه في المساله على فكره. بعدين الفا اي بي كروس ار اي وذ ريسبكت تو بي، فين الالفا اي بي؟ دي انون. يبقى الفا كروس ار. طيب الالفا دي اللي هي في اتجاه مين؟ كي. طيب ار اي وذ ريسبكت تو بي، فين الاي وذ ريسبكت تو بي؟ يبقى البي هي مين؟ الاوريجن بوينت بتاعتي. هتبقى بتساوي ايه بقى ار اي وذ ريسبكت تو بي؟ 500 كوزاين 60 في اتجاه الاي، اللي تطلع بكام؟ 250 اي، واشارتها ايه؟ بوستر. وبعدين 500 ساين 60 في اتجاه الجي، واشارتها ايه برضو؟ بوستر. فيطلع معاك كي كروس اي يبقى 250 الفا في اتجاه الجي. ناقص 433 الفا في اتجاه الاي. طلعناها كده يا باشمهندسين، الناس اللي حلت صح. تمام يا باشمهندس. بعدين نحط الاشاره السالب هنا عشان بننساها في التوزيع. ماينس اوميجا اي بي سكويرد في الار، مش كروس، في الار. طيب الاي بي طلع بكام؟ 4.15. يبقى 4.15 سكوير وفي الار يطلع 16.8 وتوزع عليهم. يبقى ايه؟ 16.8 في 250 يطلع معانا بكام؟ فايف اي. وبعدين في 433 يطلع معانا، في حاجة غلط انا عاملها، ايه الغلط؟ الإشارة هنا وهنا. طب ليه يا باشمهندس؟ عشان الأوميجا دي ماجنتيود ملهاش إشارة. الـ RA with respect to B بوستيف بوستيف، فالنيجاتيف لما تخش عليهم هتتوزع. كده بقى معايا كل الجيفنز. هنبتدي نعمل إيه بقى؟ الـ I لوحدها والجي لوحدها. الاي معاك اهي، ادي اي 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 اي. هتطلع من هنا مين؟ مش هطلع حاجه عشان معايا ايه؟ الانون الفا، ومعايا ايه؟ الانون اكسلريشن. طب الجي، الجي اهي، ادي جي جي جي، ما فيهاش انون غير مين؟
الالف هتحسبه وبعدين ترجع تعوض بيه تطلع بيه الاكسلريشن. هتطلع معاك الالفا ب 40.8 والاكسلريشن بتاعت الاي هتطلع معاك. حد طلعها؟ طلعتها 12.489 بالظبط 12.5. سؤال بقى، سؤال للناس، لو انا كنت بدرس في وضعيه زي دي، سيبنا بقى الرسمه دي نضيفها تاني، لو انا كنت بدرس في وضعيه ان البي هنا البوينت بي بقت هنا والارم بتاعي بقى في الوضعيه دي كده كده اهو، متخيلين معايا؟ بمجرد النظر الاوميجا اي بي بكام؟ بواحد واتنين من عشرة. طب ليه واحد واتنين من عشرة؟ علشان بناخد البعد على طول. لا هي مش صح للأسف. في البوزيشن اللي أنا رسمه ده اللي هو بالأخضر يا باشمهندس ركز معايا، استخدم قاعدة الآي سي. الفي اي هيبقى اتجاهها عامل ازاي؟ ده الأوميجا اي بي. ما قلت ال VA هيبقى الدايركشن بتاعها كده سواء بقى يمين او شمال، ده ال VA. طيب وال VB ها الدايركشن بتاعها عامل ازاي؟ برضو ايه؟ برضو في اتجاه مين؟ ال VB. شبه الاوميجا زيرو بالظبط. ال VB برضو في اتجاه الايه؟ الهوريزونتال. عمودي، تعال بقى ننزل عمودي، عمودي من البي مع عمودي من الاي هيطلعوا ان هم مالهم موازيين لبعض، يعني الاوميجا اي بي في الوضعيه دي بزيرو. طبعا لما تجيلك الاوميجا بزيرو كده انت تفرح قوي. ليه بقى؟ الترم ده طار. تمام كده يا باشمهندسين؟ آخر مسألة. يلا يا باشمهندسين
مهندس هي الأوميجا بخمسة؟ نعم؟ أوميجا بخمسة؟ أوميجا بخمسة؟ صح. مش مهندس ان الالفا تطلع برقم كبير. الالفا بتاعت مين؟ الالفا بتاعت الاي بي. لا مش كبير ولا حاجه، تطلع رقم صغير. ألفا باشمهندس بتلاتة بوينت ستة تسعة. برافو عليك، برافو عليك، 3.7. طيب ناس هكمل حل ولا نبتدي نحلها؟ ممكن دي واحدة بس يا باشمهندس. طيب
ابدا فيها بالتمرين. نعم نعم نبتدي نحلها. بص يا باشمهندسين، المسألة دي فيها فكرة. هو اداني ايه؟ السرعة بتاع البلوك الاكسلريشن بتاع بلوك بي، مني ان انا اجيب الاكسلريشن بتاعت بوينت ايه. فهنقول ايه في المعادلة بتاعتنا؟ هنقول ان acceleration A يساوي acceleration B plus alpha AB cross RA with respect to B minus omega square AB multiply A with respect to B. طيب طبعا عشان اعرف اجيب الاوميجا اي بي لازم استخدم قاعده الاي سي. طيب عن اتجاه تو رايت سرعه في اي عن اتجاه يا باشمهندسين؟ ها عن اتجاه في اي لتحت داون في اتجاه مين؟ في اتجاه الجي. لما نيجي ناخد عمودي يبقى ادي العمودي بتاع في اي وادي العمودي بتاع في بي، يبقى دي نقطه مين؟ الاي سي. جميل باشمهندس، معلش اتفضل. هي ليه مش بيميل شويه مع اتجاه السلوت ده؟ ليه عمود؟ عشان هي في موازي للسنتر. لا مش فاهم ازاي يعني موازي للسنتر. بص شايف فين المركز هنا اهو؟ ده مركز ايه ده؟ ده مركز السلوت. تمام. النقطة ايه بالنسبة للمركز؟ مش في نفس المستوى بتاعه؟ تمام بالظبط. يبقى الفيلوسي في اتجاه مين؟ انا لحد دلوقتي برضو المفروض شايفها هتبقى مايله، يعني ما ينفعش تبقى على طول. ادي المركز وادي نقطه ايه، متفق ولا مش متفق؟ تمام مع حضرتك. يبقى الارم من المركز لغايه نقطه ايه هيبقى هوريزونتال ولا مايل؟ تمام، لا هيبقى هوريزونتال. يبقى السرعه دايما تبقى ايه؟ تانجنت، يعني عموديه على الهوريزونتال. تمام فهمت. تمام يا باشمهندس، شكرا جدا. عفوا.
طيب كده جبنا نقطه الاي سي، فتبقى الاوميجا اي بي هتساوي ايه؟ في بي على 2 ساين 30. ساين 30 دي اللي هي بنص، والفي بي اللي هي بخمسة، نص في 2 يعني بواحد، يعني ايه؟ الاوميجا اي بي بخمسة زي ما انتم طلعتوا. بقى معايا الاوميجا اي بي، جميل جدا. طيب ار اي with respect to بي، ار اي with respect to بي، يبقى بي هي مين؟ الاورجن. همشي في اتجاه مين؟ همشي في اتجاه الاي، يبقى ار اي with respect to بي همشي في اتجاه الاي بكام؟ ناقص 2 كوزاين 30، وامشي في اتجاه الجي بلس 1 جي اللي هي 2 ساين 30. يبقى انا كده جبت كمان مين؟ الار اي with respect to بي. الفا اي بي دي طبعا انون هنحسبها. طيب اكسلريشن بي معايا في اتجاه ايه؟ البوزيتيف اي. اكسلريشن ايه بقى؟ دي هي فكره المساله. اكسلريشن ايه؟ بتساوي ايه اكسلريشن ايه يا باشمهندس؟ ايه تانجنشال زائد نورمال. جميل. يبقى انا كده عندي اكسلريشن ايه هتساوي ايه نورمال في اتجاه البوزيتيف اي زائد ايه تانجنشال في اتجاه مين؟ المفروض بقى مش زائد، ناقص. اتجاه الجي. صح ولا غلط؟ ها. يبقى كده الاكسلريشن بتاعتي هتبقى في اتجاه التانجنت اهو، والنورمال اهو بيروح من ناحيه السنتر. النورمال في اتجاه البوزيتيف اي، والتانجنت في اتجاه مين؟ طيب هل انا عارف اي معلومه عن التانجنت او النورمال؟ التانجنت ده ماجنيتيود بيجي لوحده، بتاعت مين؟ صوت حضرتك بيقطع يا باشمهندس. بقول لك الاي نورمال هتساوي اوميجا سكوير في ار. اوميجا بتاعت مين وار بتاعت مين؟ اوميجا اي بي. اوميجا اي بي. الكلام ده مش صح. مش هي عشان سلوت يا باشمهندس تبقى في سكوير على ار؟ في سكوير اوفر ار. على فكره كلامك صحيح، وبرده الاوميجا سكوير في ار صح، بس انا عايز افهمكم بقى ان الاوميجا اللي هنا دي مش الاوميجا بتاعت البليه اللي بتمشي بيها في السلوت بالنسبه لمين؟ لمركز السلوت. والار هتبقى ايه؟ هي الواحد ونص. جه زميلك قال حاجه جميله جدا، ما انا مش هقدر احسب الاوميجا دلوقتي. الاوميجا بالنسبه لي مش معلومه، بتاعت ايه؟ البليه بالنسبه للسنتر. فراح قال لك ديفينيشن تاني، قال لك في اي اوفر ار. طب الفي اي دي اقدر احسبها؟ اه دي سهله، اقدر احسبها. هتحسب الفي اي ازاي؟ من الاي سي. ما احنا قلنا ان الاوميجا بتاعت الاي بي بخمسه، اضربها في الايه؟ في الارم ده اللي هو بكام بقى؟ يبقى الفي اي بتساوي
خمسة في اتنين كوزاين 30 تطلع الـ VA بكام؟ 8.7 8.7 تمام. فبقى معايا الـ VA 8.7 على الرول اللي هي بكام يا باشمهندسين؟ 1.5 فكده بقت المركبة بتاعت الـ AN بتساوي VA over rho اللي هي 8.7 على 1.5. يتبقى ليها المجهول الوحيد اللي هو مين؟ V square over rho. سوري سكوير. برافو. يتبقى ليها المركبة بتاعت مين؟ الـ AT اللي هي في اتجاه الجي الانون لوحدها. فهتلاقي ان انت ما عندكش انون غير الاي تي ومين كمان الالفا اي بي. هتبتدي تحلل الاي مع الاي والجي مع الجي وتحسبهم يطلع معاك الاي تي بتاع الاي 18.6 وتطلع الالفا بالنيجاتيف 3.7 يبقى الالفا هتطلع نيجاتيف 3.7 والاي تي في المساله ان النورمال هتساوي اوميجا سكوير في ار. الاوميجا دي بتاعت مين؟ بتاعت البليه بالنسبه للسنتر. انا مش هقدر احسبها دلوقتي، انا ممكن احسبها بس عندي معادله اسهل اللي هي كان ايه اللي زميلك قالها V سكوير over rho. وانا اقدر احسب الـ VA بكل سهولة بعد ما جبت الاوميجا بتاعت الـ AB بالنسبة للـ IC. فجبت الـ VA ومعايا الـ rho اللي هي مش 2 اللي هي كام واسه كده جبت كده بتاعت التانجنت اللي هو في اتجاه الجي ومعايا الالفا اي بي كمان معايا انون. فحل بتاعتي عادي خالص واجيب الالفا واجيب الاي تانجنت بتاعت الاي. تمام كده يا باشمهندسين؟ في حد عنده اي سؤال؟ كده انت تقدر تحل الاساينمنت 1 و2 كله. انت كنت لغاية السكشن اللي فات تقدر تحل الفيلوستي والاي سي بالاكسلريشن، تقدر تكمل اساينمنت 2. ان شاء الله الكويز بتاعنا هيبقى يوم الجمعة الساعة 9 واخر ميعاد لتسليم الاساينمنت يوم السبت الساعة 12 بالليل. بعد كده مش هستلم اساينمنت حتى ليل. الاساينمنت يكون محلول، هنسلم assignment 1 و assignment 2 as a pdf فايل واحد. طب وهنسمي الفايل ده ايه؟ هتسميه برقم الاي دي بتاعك. ما تكتبليش assignment 1 و assignment 2 والاي دي بتاعك، لا الاي دي بتاعك بس من بره. مش عايز بقى تقولي assignment 1 و 2. انا عارف ان الملفات اللي هتترفع لغايه يوم السبت الجاي دول بتوع assignment 1 و 2، انا عارف. يبقى اسم الفايل بي دي اف بتاعك الاي دي بتاعك. في حد عنده اي استفسار يا باشمهندسين؟ باشمهندس معلش، هو الكويز بتاع يوم الجمعه جاي لحد السكشن ده ولا هيدخل معاه بتاع يوم الاربعاء كمان؟ لا لغايه السكشن ده. تمام يا باشمهندس. في اي استفسار تاني؟ باشمهندس احنا كده في الاكسلريشن احنا كده استخدمنا طريقه الفيكتورز بس، مش هنستخدم طريقة السكالر؟ طريقة الايه؟ طريقة السكالر كوانتيتي اللي هي بالاي ان والاي تي. يعني كان الدكتور بيقول في اللي هي الطريقتين، طريقة الفيكتورز نحطها بالايكويشنز وطريقة تانية بالاي ان والاي تي. ما هي الاي ان والاي تي في الاخر برضو بتعمل لها ايه؟ بتعمل لها ريزوليوشن. فاهم قصدي؟
مظبوط. يعني انت برضو اللي انت الريزوليوشن اللي انت بتعمله ده بتعمله في اتجاه مين؟ الاي والجي. مظبوط. وفي الاخر بتاع كده بتعمل ايه؟ بتروح مجمع مركبه الاي مع بعضها ومركبات الجي مع بعضها. يعني الفيكتور كوانتيتي هي السكيلر كوانتيتي. بس ايه السكيلر كوانتيتي دي؟ انت بتبقى مركز في الاتجاهات، وبدل ما تكتب المعادله وتقعد تفنطها في الاخر الاي لوحدها والجي لوحدها، لا انت من الاول بتاخد بقى ايه، بتكتب الايه الاكسلريشن بتاعت الايه لوحدها والاكسلريشن بتاعت البي لوحدها والالفا كروس لوحدها، وتبتدي تفنط الاي والجي اول باول، ما تطلعهمش مع بعض وبعدين تفصلهم. هي نفس الطريقه. بس ايه، انا رايي ان السكيلر كوانتيتي بتلخبطك شويه لو انت مركزتش فيها. الفيكتور كوانتيتي بتطلع نفسها بنفسها وانت مكبر دماغك، ما بتفكرش في اشارات، الاشارات بتظبط نفسها لوحدها. لكن في السكيلر كوانتيتي انت مطالب انك تظبط الاشارات. تمام. ممكن نشوف حته صغيره، ممكن نستخدم مثلا ون نوت او مايكروسوفت وايت بورد، ممكن يبقى خط افضل شويه من البينت. بدل ده يعني قصدك؟ بالضبط بالضبط. البينت بيبقى زي بيكسلز كده في البرنامج نفسه. طيب خلاص بنشوف مايكروسوفت وايت بورد بيبقى احسن يعني. بالضبط، مايكروسوفت وايت بورد او الون نوت او سكتش. خلاص اوكي ان شاء الله. شكرا. انا رفعت لكم اليوتيوب بتاع المهندس علي برضو، لو عايزين تسمعوا الشرح بتاعه افيلابل برضو. يبقى انت كده عندك تو سورسز للشرح. في اي استفسار تاني؟ السلام عليكم.